ولمناقشة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ينضم إلينا من بيروت محمد المغبط مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان. سيد محمد أهلا بك. المنسق الأممي للشؤون الإنسانية يقول أن الأوضاع في شمالي القطاع تفوق الخيال، كيف ترصدون الوضع الآن؟ مرحبا أولا. نعم، يعني نحن في المرصد كنا منذ عدة أشهر قد حذرنا من أن المجاعة حاصلة في مناطق الشمال وفي معظم المناطق والأحياء هنالك يعني مجاعة كاملة وتامة يعني يعاني منها الفلسطينيين في شمال القطاع. إسرائيل لا تسمح بدخول أي مساعدات إلى الشمال، وهي تستهدف كافة المدنيين بشكل عشوائي ومن دون أي من دون أخذ أي إجراءات لمنع وقوع الإصابات بحق المدنيين، بل على العكس من ذلك هي تصدر أوامر الإخلاء إلى مناطق تصنفها آمنة، ومن ثم عندما يخلي السكان إلى المناطق الآمنة تستهدف هذه المناطق الآمنة من الجديد. وهو ما يبين سياسة إسرائيل في أو نية إسرائيل في تطهير العرق الذي تقوم به بحق الفلسطينيين في القطاع لإخلاء مناطق الشمال بالكامل من الفلسطينيين، علما أنه ما يزال هنالك ما يقارب 200,000 فلسطيني في شمال القطاع. طيب، بعض التقارير الأممية، واشنطن بوست نقلت عن الأمم المتحدة تقول أن إسرائيل ترفض إدخال المساعدات أو شاحنات المساعدات رغم عدم تشكيلها لأي تهديد، واليوم تنتهي المهلة التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل لتوسيع إدخال المساعدات للشمال. ماذا بعد هذه المهلة أستاذ محمد؟ يعني ماذا بعد هذه المهلة سوف نرى من الإدارة الأمريكية التي طلبت من إسرائيل القيام بهذه الإجراءات كما عدتموها؟ ونرى إن كانت هذه الإدارة الأمريكية جدية في طلبها من إسرائيل إدخال المساعدات. هم حاولوا قبل ذلك، يعني عندما بنوا الرصيف العائم الذي كان من دون أي جدوى، إسرائيل قوضت هذا الرصيف ومنعت أيضا بأشكال غير مباشرة إدخال المساعدات للقطاع بشكل كامل، ولا سيما في الشمال. شخصيا لا أعتقد أن هنالك كثير للإدارة الأمريكية الراحلة تقوم به لإدخال المساعدات، وذلك بسبب السياسة التي أوجدتها الإدارة الأمريكية الحالية والإدارات السابقة في تحقيق أكبر أقصى قدر ممكن من الإفلات من العقاب لإسرائيل والمسؤولين الإسرائيليين. وطالما أن ليس هنالك من أي مساءلة أو محاسبة لإسرائيل، لن يقوموا بأي فعل جدي لإدخال المساعدات. طيب، ماذا عن جلسة مجلس الأمن المزمع أن تنعقد اليوم أستاذ محمد؟ وهذه ربما لتقارير من أكثر من مسؤول أممي يؤكد تعمد إسرائيل عدم إدخال المساعدات، إضافة لتقييد حركة وكالة الأونروا بدورها الكبير والفاعل داخل القطاع. يعني للأسف من ينظر إلى تاريخ إسرائيل مع القرارات الدولية والقانون الدولي يرى أن إسرائيل حتى قرار إنشائها لم تلتزم به، هي لم تلتزم بالحدود التي الصادرة بالقرار الذي أنشأ دولة إسرائيل. منذ ذلك الحين حتى اليوم بعد 70 عاما لا يكاد هنالك أي قرار أو قاعدة قانونية دولية التزمت بها إسرائيل أو احترمتها. مؤخرا اصلا العام الماضي صدر قرار وقف اطلاق النار من مجلس الامن ولم تعيره اي اهتمام اسرائيل، وذلك لمعرفتهم بان ليس هنالك اي عواقب لما يقومون به من انتهاكات. وللاسف ليس هنالك اي تفاؤل في ان تقوم الحكومه الاسرائيليه او جيش الاحتلال الاسرائيلي بتخفيف معاناه المدنيين في قطاع غزه. أنا بشكرك شكرا جزيلا من بيروت محمد المغبط مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان.